أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن أول عرض اقتصادي لهذا الأسبوع. أعلن وزير الفلاحة وصيد البحر عزيز أخنوش اليوم بمكنسة أنه من المتوقع أن يحقق إنتاج الحبوب رقما قياسيا يبلغ 110 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2014-2015. الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس هو ملتقى جد مهم، لأنه موعد اللي كنشوفوا فيه التقييم ديال يعني تنزيل ديال مخطط المغرب الأخضر على الواقع، وهو كذلك مناسبة باش يعني نستمعوا ونشوفوا التجارب ديال الدول الأجنبية في هذا الميدان. والحمد لله أنه الحضور ديال السيد رئيس السنغال اللي هو ضيف صاحب الجلالة في هذا الاجتماع اليوم، هو أولا كيعطي التمركز الإفريقي ديال يعني الصالون ولا كذلك الملتقى، وكذلك يعني تكلم على التحديات وعلى استثمارات اللي ان شاء الله غادي تقوم بها السنغال، وهذه التجارب اللي هي جد مهمه بالنسبه للبلاد بحال ديالنا. ثانيا كيظهر لي بانه النتائج هي جد مهمه بالنسبه لمخطط المغرب الاخضر، فكتعرفوا بانه 7.6% هي معدل النمو الاجمالي ديال البيب ديال الفلاحه منذ 2008 الى 2013، وهذا رقم جد مهم. 38% تقريبا ديال ارتفاع ديال التصدير، اكثر من 48% ديال الارتفاع ديال الدخل لكل فلاح، فهذا الشيء كله جاء بفضل يعني الاستثمار، لان الاستثمار ضعف في هذه المده. الان كاين 17 ديال الاقلاعات اللي هي جد مهمه، وعشرة ديال التحديات اللي غادي تمس المشاكل اللي كتمس الارض، كذلك السقي والاستثمارات في الماء، وكذلك يعني الدعامه الاولى باش تبقى عندها الجاذبيه ديال الاستثمار، والدعامه الثانيه اللي خصها تمويلات كبيره، لانه في حاجه ديال يعني المواطنين، وهدف هذا النوع من الدعم، وكذلك انه يعني لا فالوريزاسيون باش يكون التثمين، ويكون كذلك اصلاح الاسواق حتى باش تلقى المواد المسار ديالها في يعني منتوج ديال التسويق. والفيدراليات المهنيه اللي هما عندهم واحد الدور كبير الان باش ياخذوا هذا المخطط يعني وينزلوه على أطال الواقع، مادام انه كيوقعوا اتفاقيات وكاين اهداف الى 2020. اذا كاين تقييم ديال الاهداف، اعاده تقييم ديال الاهداف، ولكن كنبقاو عمليين بالنسبه للنشاط ان شاء الله اللي غادي نوصلوا ليه في 2020، واللي هو الهدف ديالو هو نضعفوا يعني المنتوج الداخلي الفلاحي يعني البيب اغريكول في افق ديال 2020 الى مشينا من انطلاقه ديال 2008. ونبقى دائما في إطار المعرض الفلاحي، ونسلي هذه المرة تجدد برنامج المخصص للأطفال لمدة 3 سنوات أخرى، معززا بدروس التقوية في 8 مدارس قروية مختلفة ب5 جامعات في منطقة دوكلا، منذ انطلاقه في مارس من طرف نسلي المغرب وبشراكة مع مؤسسة زغورة للتربية. يعتبر هذا البرنامج جزءا من فلسفة خلق القيمة المشتركة التي تدعو إليها نسلي، والتي حقق نجاحا كبيرا مع مئات الأطفال المستفيدين. في موضوع آخر، أفادت دراسة لوكالة الأسفار على الإنترنت الإسبانية بأن 5 مدن مغربية تأتي ضمن الوجهات السياحية الدولية العشر الأوائل خارج أوروبا المفضلة من قبل معظم السياح الإسبان. وقال المصدر إن الأمر يتعلق بمدن الدار البيضاء، مراكش، طنجة، الرباط، وورزتات التي تعتبر الوجهات الأكثر شعبية خارج الاتحاد الأوروبي لدى المسافرين الأيبيريين خلال عطلهم. أما لحظة مشاهدينا، ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء والتي نستهلها بالمؤشرة المحلية التي أغلقت جلسة الاثنين على إيقاع الارتفاع بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماريكس، ولدان سجلا على توالي من قيمتهما 0.70% و0.66%. وبلغ مؤشر مازي، وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم، 9941.75 نقطة، في حين بلغ الماديكس، وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باسم
استمرار في البورصة 8151.75 نقطة. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. Abonnez-vous à la chaîne Diana sur YouTube ou partagez le contenu sur les réseaux sociaux. Ou bien maintenant, vous dites j'aime. Ou bien après tout, vous cherchez Chouf TV, un simple clic sur le bouton. Ou ma fille Abbas, il a fait un petit alerte à Brofi à la Arakoum, Ktirahatkoum ou Htantikadatkoum. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait, non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Miditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.